سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق زوم شاشة سوداء. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تطبيق زوم، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف هذا التشغيل والفي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق زوم. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه سيتم تحديد تطبيقكم زوم. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.